السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. تم عمل 51 دراسة على مستوى العالم كله على 1,200,000 طفل على مستوى العالم كله من كل الجنسيات. الدراسات دي كلها أثبتت المشروبات اللي أنا هتناولها النهاردة بتزود الأفكار الانتحارية لدى الأطفال ولدى المراهقين ولدى الشباب. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس واستشاري تغذية علاجية. يا ترى إيه المشروبات دي وليه هي بتسبب الأفكار الانتحارية، بتزود استعداد ولادنا للأفكار الانتحارية، وهل ليها أعراض تانية أخرى ولا أضرار تانية أخرى، وإزاي نستبدلها بمشروبات تانية مفيدة للصحة؟ المشروبات دي هي مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة دي من كتر ما هي اتعمل ليها بروباجندا كتيرة، كل نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين والشباب بيتناولوا هذه المشروبات بحجة إن هي هترفع لهم الطاقة بتاعتهم وتركيزهم ونشاطهم ويزود لهم تحصيلهم الدراسي، والكلام ده غير صحيح طبيا. طب ليه؟ مشروبات الطاقة مشكلتها الآتي: تحتوي على نسبة عالية جدا من الكافيين، تحتوي على نسبة عالية من السكر، درجة إن كنز من مشروبات الطاقة بيحتوي على كافيين ما يعادل 5 فنجان من القهوة، إضافة إن هو كنز الواحد من مشروبات الطاقة بيحتوي على 12 معلقة سكر، إضافة إن هو بيحتوي على الجنسنج، بيحتوي على مادة الجورانا، بيحتوي ودي بتزود نسبة الكافيين في الدماغ، بيحتوي على مواد تانية أخرى بتضر جدا الصحة، مواد كيميائية ومواد حافظة ومكسبات طعم، كل ده مصايب بيتعرض ليه الأطفال والمراهقين والشباب، بيسبب لهم أضرار كتيرة أوي. طب إيه اللي يخلي الأطفال يجي لهم الأفكار الانتحارية بسبب شربهم هذه المشروبات؟ ان تعرض الجسم لرفع الكافيين مره واحده والسكر مره واحده، بعد كده الجسم يفرز هرمون الانسولين، يروح سكر الدم ينزل مره واحده، فسكر الدم في اثناء رفعته الطفل او المراهق بيحس انه مبسوط وتركيزه حلو، بعد شويه سكر الدم ينزل مره واحده نتيجه افراز الانسولين، الطفل ده او المراهق او الشاب يحس كده ان هو بالقلق والتوتر ويجيله الافكار الانتحاريه ويحس انه عايز ياكل نفس الحاجه ويحس بالاكتئاب ويحس بالضيق. دراسات اثبتت كمان مش بس بالمشروبات دي بتزود الافكار الانتحاريه لدى الاطفال والمراهقين والكبار، ده كمان ليها مشكله تانية اخرى كتير. دراسات دي اثبتت ان المشروبات دي بتؤدي الى زياده انخراط الاطفال دول في سلوكيات ضاره بيهم زي ادمان المخدرات زي العنف وهكذا. طبعا ده كله طبعا مشكله كبيره. اسوأ من كده كمان بسبب الاكتئاب. ليه؟ ان زي ما قلت حالا السكر بالدم بترفع مره واحده، الجسم يفرز هرمون الانسولين، سكر الدم ينزل مره واحده، ده بيعمل اكتئاب ويخلي المود بتاع الولاد فيه سوين. يعني ايه سوين؟ يعني مره كده يحس ان هو كويس اثناء رفعه السكر والكافيين في الدماغ، بعد كده يحس باكتئاب والضيق والقلق والتوتر ويحس انه عايز يشرب نفس المشروب تاني. عشان كده المشروب ده فيه صفه ادمانيه، الاطفال والمراهقين والكبار اول ما بيشربوه وبيجربوه دماغهم بيتعود عليه وبيبقى فيه حته ادمانيه. الاكثر من كده كمان المشروب ده له اضرار كمان اخرى على القلق والنوم، عدم القدره على النوم، عندهم قلق وتوتر وعدم القدره على النوم. للأسف من كده كمان المشروبات دي بتأثر على جدار المعدة، بتأثر على المريء وتؤدي إلى التهاب المعدة وإلى التهاب المريء، وده طبعا بيضر الجسم كله وبيمنع امتصاص عناصر غذائية مهمة أو مفيدة لجسمنا كله مثل فيتامين بي. ليه؟ لأن السكر زيادة بيقلل من امتصاص فيتامين بي، وطبعا المشروب ده زي ما قلنا بيحتوي الكنز واحد على 12 معلقة سكر، فتعرض المعدة والمريء لمشروبات يعني مشروب غني جدا بالكافيين وغني جدا بالسكر في نفس الوقت بيؤدي إلى التهاب المعدة ويؤدي إلى عدم امتصاص عناصر كتيرة مهمة للمعدة. هتقولي يا دكتورة طبعا مشروب الطاقة فيه نفسه فيتامين بي 1 وفيه فيتامين بي، للأسف المشروب ده فيتامين بي اللي فيه مش هيمتص. طب ليه؟ إن السكر الموجود ينزل السكر عالي اللي موجودة فيه دي بتقلل من امتصاص فيتامين بي، فحتى فيتامين بي اللي فيه مش هيستفيدوا منه، ودي مصيبة تانية أخرى. الأسوأ من كده كمان إيه؟ وجود الجنسنج مع الكافيين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تعرض الجسم للجنس والكافيين بصفة مستمرة بيرفع الضغط. طب لو رفع الضغط يحصل لهم إيه؟ يحصل لهم فشل في عضلة القلب، يحصل لهم يأثر على الكلى، يخليهم اكثر عرضه للجلطات والسكتات، ودي مصيبه ثانيه اخرى. والاسوء من كده كمان المشروبات دي بتعمل ايه كمان؟ لها تاثير مدر للبول جامد جدا، طبعا الكافيين عالي جدا هي تاثير مدر للبول جامد جدا، فلو رياضي تناوله قبل الرياضه هيؤدي الى شعور بالجفاف والعطش ويؤدي الى رغبه ان هو يشرب نفس المشروبات عشان يحس بالتركيز، ويؤدي الى هبوط في الدوره الدمويه عنده مشكله كبيره اثناء ممارسه الرياضه.
للاسف الامريكيه كمان المشروبات دي لها اضرار كبيره قوي على مرضى السكر والضغط والدهون في الدم والكبد الدهني، وهي نفسها بتسبب الامراض دي. ان تعرض الجسم للسكر بصفه مستمره بيخلي ولادنا ويخلي المراهقين والشباب اكثر عرضه لمرض مقاومه الانسولين، اكثر عرضه لمرض السكر النوع الثاني، اكثر عرضه لارتفاع الدهون في الدم، ذات الدهون الثلاثيه. لو انتم متابعين فيديوهاتي في فيديو الدهون الثلاثيه تعرفنا على ان السكريات كلها اللي احنا بناكلها لو ما تحولتش لطاقه بتحول لدهون ثلاثيه في الجسم وترفع نسبه الدهون الثلاثيه في الدم. ايضا تؤدي الى زياده استعداد الاطفال والمراهقين والشباب الى حدوث الكبد الدهني، الى حدوث السمنه المفرطه، الى حدوث الاكتئاب والافكار الانتحاريه زي ما قلت حالا. ايضا هذه المشروبات بتؤدي الى شعور باعراض الصداع والصداع النصفي بالذات. طب احنا احتياجنا في الكافيين قد ايه يوميا؟ احتياجنا في من الكافيين الكبار من 300 ل 400 ملغ يوميا من الكافيين، ودول بنحصل عليهم من 3 فنجان اقصى حاجه 4 فنجان قهوه. ده الكبار. الاطفال بقى، الاطفال المفروض ياخدوا كافيين، احتاجهم كافيين من 75 ل 200 ملغ. فتخيلوا بقى الكنز ده فيه ما يعادل 5 فنجان قهوه، نسبه كبيره جدا. طيب نستبدله بايه بقى؟ نستبدله بحاجات مفيده. زي ايه؟ زي الشاي الاخضر، وحلو قوي نضع عليه التمر كده، نقطع التمر ونضعه معايا، نشرب الشاي الاخضر وناكل التمر وناخد كبسوله جينكا او جينكو بلوبا، هيحسن لكم المزاج والمود والتركيز والطاقه والنشاط بالصحه وعافيه بدون اضرار جانبيه. ايضا مشروب الماتشا من الحاجات الحلوه قوي، حلوه قوي لو شربنا مع مشروب الماتشا وقطعنا ايضا البلح او التمر فوقيه، شربنا مشروب الماتشا وبعد كده تناولنا البلح، دي حاجه حلوه جدا مفيده قوي لينا كلنا. حلو قوي لو تناولنا معاه كمان كبسول جينكو بلوبا او جينكو. بالاضافه طبعا زي ما احنا عارفين الشاي الاخضر غني جدا بمضادات الاكسده، الماتشا غنيه جدا بمضادات الاكسده، والاثنين بيحتوي على حمض اميني اسمه ال سينين. ايه ال سينين ده؟ ال سينين ده السر انك انت تحس وانت بعد ما تشرب الشاي الاخضر والماتشا تحس كده بتركيز عالي جدا جدا، وتحس بهدوء نفسي جدا جدا ومزاج حلو قوي قوي. وطبعا التمر هيقدر ايضا يحسن المزاج. ايضا معانا مشروب القهوه العربي، مشروب القهوه التركي، حلو قوي القهوه العربي مع تمر، او القهوه التركي مع التمر مع ايضا كبسوله جينكو بلوبا او جينكا، هتحسوا بتركيز عالي جدا، وهتحسوا ما شاء الله ان مودكم حلو جدا متحسن جدا، وتحسوا ان انجازكم كويس، وتحسوا ان الذاكره بتاعتكم بتتحسن تدريجيا مش بتقل تدريجيا، ولا بتتدمر، ولا بيحصل لكم اكتئاب ولا قلق ولا توتر ولا رغبه في الانتحار ولا المشاكل اللي انا ذكرتها دلوقتي حالا لمشروبات الطاقه. خلاص ايه مهم جدا ان نتجنب كلنا مشروبات الطاقه لانها بتضر صحتنا كما ذكرت دلوقتي حالا، بالذات الاطفال والمراهقين والشباب، وده مهم قوي نتجنبه بالنسبه لهم لانه في مرحله نمو. للاسف من كده كمان المشروبات دي لها ضرر خطير تاني اخر. لا بتعمل ايه؟ بتعمل هشاشه عظام. ليه؟ المشروبات دي بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الحمض الفوسفوريك. الحمض الفوسفوريك اللي موجود فيه بيسحب الكالسيوم من العظم، فالعيال دول بيجيلهم هشاشه عظام، بيخليهم اكثر عرضه للكسور، بيخليهم عندهم كسر قامه مش هيطولوا. يعني زي ما قلت لكم في فيديوهات سابقه، ولادنا عشان يطولوا محتاجين كالسيوم وفيتامين د وفيتامين كي2. طب لو الكالسيوم اتسحب من العظم اكيد العظم ده مش هيطول بصوره كويسه، وفي نفس الوقت هيحصل كسور ويحصل هشاشه عظام ويحصل مشكله في طول الولاد دول. مع تمنياتي ليكم بالصحه والعافيه للجميع، وسلام عليكم.